جدل كبير في حزب تواصل بعد دعوات لرئيسه بالترشح لمأمورية ثالثة. منظمة الفاو تحذر من احتياج الجراد الصحراوي للأراضي الموريتانية. مسابقة صوماليك تنظم مسابقة لتتابع عشرات العمال والمشاركون بالمئات. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الأخبار من الساحل تي في في نواكشوط. طلب عمدة أجوير محمد والعبد الجليل رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية محمد جميل منصور بالترشح لمأمورية ثالثة، وقد لاقت دعوة العمدة معارضة شديدة داخل حزب تواصل، خاصة من طرف نائب رئيس الحزب محمد غلام وللحاج الشيخ. هذا ويطرح التناوب على رئاسة الأحزاب في موريتانيا إشكالية كبيرة نظرا لاستئثار القادة دائما بالرئاسة لأنفسهم. مطالب تجديد المأموريات لم تقتصر فيما يبدو على المطالب الموجهة إلى رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز، حيث برزت دعوات تطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد جميل منصور بالترشح لمأمورية ثالثة، علما أن النظام الداخلي لحزب تواصل ينص على أن فترات الرئاسة لا يمكن أن تتجاوز فترتين. فإذا كان وزير العدل إبراهيم الداداه قد طالب رئيس الجمهورية بالترشح لفترات رئاسية أخرى، فإن عمدة بلدية أجوير محمد العبد الجليل قد طالب هو الآخر رئيس الحزب محمد جميل منصور بالترشح لمأمورية ثالثة. هذه بتلك يقول لسان حال الرجل، لكن دعوته لاقت معارضة شديدة تماما كما لاقت دعوة الوزير من قبله معارضة من لدن خصومه السياسيين. أبرز المعارضين من داخل الحزب لدعوة العمدة نائب رئيسه محمد غلام للحاج الشيخ، الذي أظهر امتعاضه قائلا في صفحته على الفيسبوك: إذا كانت دعوة العمدة مسحة فإنها ثقيلة وفي غير محلها، وعليه أن يسحبها ويعتذر للحزب ومناضليه. ويقول البعض إن الأحزاب السياسية الموريتانية تطالب دائما بتحقيق الديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة، في حين أن معظمها عاجز حتى الآن عن تطبيق التناوب السلس والسليم على رئاسة الحزب وهيئاته الداخلية. حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو من احتياج الجراد الصحراوي لعدد من الدول من بينهم موريتانيا، وأشارت المنظمة إلى أن الجراد قد يجد مكانا للتكاثر في كل من زويرات في موريتانيا ووادي درعا في المغرب، إضافة إلى بعض المناطق الأخرى في الساحل الأفريقي. أسراب جراد منتشرة توشك على اجتياح مناطق واسعة شمال إفريقيا من بينها الجزائر والمغرب وموريتانيا، ذلك ما أعلنت عنه المنظمة العالمية للزراعة والأغذية الفاو مؤخرا. المنظمة الدولية دقت ناقوس خطر احتمال أن تكون في المنطقة أماكن تكاثر مناسبة لهذه الحشرات الضارة، خاصة في منطقة وادي درعا وفي موريتانيا في المناطق القريبة من مدينة زويرات. وبحسب الخبراء يمكن للجراد الصحراوي تشكيل مجموعات كبيرة من مدافن البيض، الذي يتحول حشرات مكتملة النمو تتشكل في أسراب تقدر أعدادها بعشرات الملايين من الحشرات القادرة على قطع عشرات الكيلومترات يوميا بمساعدة الرياح. وكانت العاصمة الموريتانية نواكشوط أواخر العام المنصرم قد احتضنت الاجتماع 14 لضباط اتصال برنامج التدخل السريع ضد الآفات العابرة للحدود المعروفة بإمبريس. وأكدت وزارة الزراعة الموريتانية أن مسحا شاملا للمنطقة مكن من مراقبة واستطلاع كامل للتراب الوطني والمناطق الحدودية مع البلدان المجاورة. فهل ستكون الجهات المسؤولة في موريتانيا وعلى رأسها المكتب الوطني لمكافحة الجراد على مستوى الجاهزية لاستقبال الزائر الغير مرغوب فيه؟ يواصل العمال التابعون لوزارة الزراعة إقلاع النخيل المشتبه بإصابته بداء السوسة الحمراء بمدينة تشيشة، ذلك على الرغم من احتياجات ملاك واحة النخيل. ويقول الملاك إن الوزارة لا تفرق بين النخيل المصاب والنخيل السليم، بينما تعبر الوزارة أنها تقوم بهذه الخطوة سبيلا إلى حماية النخيل من هذا المرض الفتاك. وينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة تشيكجا السيد محمد لمين والمحمد يحيى المندوب الجهوي لوزارة الزراعة في ولاية تاغانت. سيد محمد لمين، بداية، هل صحيح أنكم لا تفرقون في وزارتكم وأنتم كذلك بين النخيل المصاب بداء السوسة الحمراء وبين النخيل السليم، هل هذا صحيح؟ لا
الغرفة لتنويه المشاهدين حتى يكونوا على صورة بشكل واضح. خلال هذه العملية التي تقوم بها وزارة الزراعة في واحد وادي الترجة في منطقة الغرفة. في البداية قبل الدخول للجواب على السؤال، هذه الآفة المعروفة بالصفة الحمراء هي آفة خطيرة معروفة أنها تصاحب عدة دول آسيا ودول شمال أفريقيا خاصة دول المغرب العربي، ودخلت في موريتانيا في نهاية هذه السنة لاكتشاف أول حالة منها. غورا قام القطاع في إرسال بعثة لتأكد من هذه المصادر. بعد ذلك بفترة وجيزة خلال أيام قليلة أوفدت الوزارة كذلك بعثة لتأكد من هذه المصادر، وأكدها الخبراء الدوليين جاءوا عن طريق المنظمة الدولية للزراعة للصو. خلال تلك العملية بدأت الوزارة تطوق مكان الإصابة، وتم تحديد المنطقة الإصابة في وقت مسكر. ذلك هو السبب الذي أدى أن تم الحد من انتشارها، وتم ظهور هذه الأسى في منطقة الواسطة في 18 جريدة الزراعة. ومعروف عدوديا على هذه الأسى هناك طريقتين للتعامل معها. هناك طريقة نجاة لطريقة التعايش، وهناك طريقة نجاة لطريقة الأرابيكاتيون اللي هو خطأ والإزالة. بعد انتشار هذه الإصابة والقضاء على أي نخلة وهار فيها المرض، تبنى القطاع استراتيجية ثانية للإرابيكاتيون، وتبناها بناء على توصيات من الخبراء دوليين وخبراء وطنيين إلى ما أكدوا مؤتمر موانس رغية وزراعة الفاو خلال أهل السجان في سنة المغرب. دائما مشكلة هاي الصفة الحمراء مش عندها مشكلة التعامل معها، أولا تكسخ الذكر، وهي الحقيقة تم التغلب عليه بيلي تم اكتشافه فقط للذكر. هاي الناحية الأولى. الناحية الثانية إن التعايش معاه لا يمكن، معناتها الطريقة الأفعل الطريقة هي طريقة الإزالة والقطع. لكن القطاع بدأ هاي العملية بمدخل هو أخر عجينات. كيف أخر العجينات؟ هي 18 فريدة، تم كل فريدة وعدد لها الشيش. نعم. بحيث نحدد فيها العدد موجود من النخيل. إذا نحدد فيها مساحتها. نقبض منها عينات عشوائية لكن نتوكد من الإصابة فيها ولا ما فيها. وهذا الإطار ممكن نوخه على الجميع. إذا سيد محمد الأمين، لماذا لا تقوم الوزارة برصد تعويضات مالية لملاك النخيل المتضررين؟ الحقيقة الوزارة تمت العملية، الوزارة الآن في عملية مواجهة مع هذه الأسى حتى بعد ذلك تطوقها إياك ما تنتشر إياك ما تنتشر بقية الأيدي وإياك ما تنتشر في الوطن بشكل عام. والذي العمليات اللي يقوم بهم القطاع الزراعي دائما يتم بالتشاور مع الملاك. جميع العمليات اللي يقوم بها القطاع ينظمهم أكثر من 4 عمليات تخصيص واجتماعات مع الملاك، ودائما شكرا عالي من الوعي الثقافي والوعي خطورة الأسد هم اللي يعرفوها وطلعوا بها أكثر منها. والتنسيق بينهم دائما مشاركين في الأخرين حتى في أخر العينات اللي لاهي تنعرف تنقطع تنعرف كان مصاب ولا من مصاب المالك المسؤول عن الجريدة وتحاور إلها مثلا جاك وعود واضح العملية المعدلة وتبنات هم اللي الوزارة فيها اللي تعرف عن جهة حل دهزة حتى الوضعية بالعدد الزراعي واضحة كانت إن كل جريدة من عدد فيها العدد النخيل أقل من 50 شكرا توقع منها عينات 15%. شكرا المندوب الجهوي للزراعة في ولاية تاغنت السيد محمد الأمين والمحمد يحيى، شكرا جزيلا لك.
انطلقت اليوم في الثانوية الوطنية للتكوين الفني والمهني والتجاري مسابقة لاكتتاب 78 عنصرا لصالح الشركة الوطنية للكهرباء، وكانت هذه المسابقة قد أجلت لمرتين عن مواعيدها المحددة سلفا. ومن شأن هذه المسابقة أن تخفف ولو نسبيا من حدة البطالة المنتشرة في صفوف حملة الشهادات الموريتانيين. يوم عطلة، ولكن بالنسبة لهؤلاء يوم الامتحان. يتعلق الأمر بمسابقة كانت قد أعلنت عنها الشركة الوطنية للمياه والكهرباء بهدف اكتتاب 78 عنصرا في شتى التخصصات الفنية والإدارية والقانونية. جاءت على ما يرام انضباط أخلاق ورقابة مهلا حاضر في الوقت المناسب، والعملية مهلا بالنسبة لي أنا كمراقب قلنا جاءت على ما يرام. المسابقة ترى النور أخيرا بعد التأجيل تلو التأجيل، وبعد أسابيع انتظار طويلة عاشها مئات حملات الشهادات العاطلين عن العمل الذين امتلأت بهم فصول وأروقة ثانوية التكوين المهني والتقني بنواكشوط. شباب جاءوا من مختلف جهات الوطن يجمعهم حلم الاكتتاب والتوظيف. أكثر من 1200 هو ما وصل إليه العدد الإجمالي للمترشحين. 500 من بينهم كانت سترفض ملفاتهم لولا حذف شرط الخبرة ورفع سن الترشح، إجراء تسبب في تأجيل المسابقة، ولكنها فرصة لا تعوض بالنسبة للكثيرين مثل هذا المهندس الشاب القادم من الزويرات من أجل المشاركة. تأخيرها كما قال واحد عنهم معلقينها أنه ما هو وقته، أما نشوف عنه مصالح بيدي فتحت فرصة الواحدين اللي كانوا مدباسين لاجل 35 واللي ما عندهم اكسبيرانس. هذا ستان لا توعدوه الواحدين. سمحوا بالمتاو لكل كانديدات باش بارتيبو، وانا منهم اللي من ضمن انا مولي لا من ضمن اللي مدباسي اجل 35. البعض الآخر لم يحالفه الحظ ويصر على أن المواضيع المطروحة لم تحترم التخصصات، مما تسبب في إرباك بعض المتسابقين الذين رفضوا الحديث لعدستنا خشية أن يتسبب ذلك في إقصائهم. المشرفون على المسابقة لا ينفون أن خلطا في المواضيع قد حصل فعلا. وهذا فهم العلاقة بينهم، وكذلك من شعبة إلكتروميكانيكا نفس الشيء. يارت إلكترونيكا 50 في الوقت في الكهرباء و50 في الميكانيكا. يغاري قد لا مانع الأستاذ المهندس اللي طرح الامتحان في إلكترونيكا يعود قبل بردهم مثلا أقلبية في الكهرباء، وهذا هو الخليق. يغار فهم واحدين أخرين قد يعودوا طرحوا امتحانات أخرين أقلبية فيهم ميكانيكا. يغار لا يرجع للاختيار، الاختيار العشوائي. احنا لا نقبلوا من بين ثلاث امتحانات، وذاك اللي طحنا فيه هو اللي لهنا نبدو نترجمه ونبدو نسحبه. إشراف اللجنة الوطنية للمسابقات على هذه المسابقة أثار استغراب البعض باعتبار استقلالية الشركة الوطنية للمياه والكهرباء، وإن كان البعض الآخر يفسره بالاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه المسابقة بسبب العدد الكبير للمترشحين لها. هذا وقد شكا كثير من المتسابقين مما سماه الخدمة السيئة والمتقطعة لموقع اللجنة الوطنية للمسابقات النافذة الوحيدة للمترشحين الباحثين عن المعلومات حول المسابقة وملفات الترشح. المسابقة التي تتواصل ليوم واحد لا يتوقع أن تخرج نتائجها قريبا، أو على الأقل ليس قبل شهر يوليو القادم، وذلك بحسب المشرفين عليها. قال المدير العام الجديد للشركة الوطنية لصناعة والمناجم سنيم إبراهيم والمبارك والمحمد مختار إن الشركة قادرة على تجاوز محنتها الحالية، وأضاف في رسالة وجهها إلى العمال إن زيادة الإنتاج وتقليص تكاليف الاستخراج هي الهدف الاستراتيجي الذي سيتم انتهاجه سبيلا إلى تجاوز المرحلة بسلام. زيادة الإنتاج والتقليل من التكاليف بهذه المعادلة يمكن أن تتجاوز شركة سنيم محنتها الحالية. مقترح حملته رسالة وجهها المدير العام الجديد للشركة الوطنية للصناعة والمناجم إبراهيم المبارك والمحمد المختار إلى العمال بعد جولة قادته إلى مصانع الشركة في مدينتين وادب وزويرات. الرسالة وصفت واقع الشركة بالصعب نتيجة لتدهور أسعار الحديد عالميا والارتفاع تكاليف إنتاجه محليا، لكنها شددت في المقابل على أنه نظرا لتجربة سنين في إدارة الأزمات والإمكانات البشرية لديها من الوسائل ما يمكنها من تجاوز هذه الأزمة، مؤكدة أن ذلك يتطلب تعبئة حقيقية لجميع العمال من أجل الشروع في ديناميكية داخلية فعالة.
وكان المدير العام السابق محمد عبد الله واللداع قد بعث برسالة هو الآخر يشكر فيها عمال الشركة ويثني على ما حققته الشركة من تقدم خلال السنوات الماضية. وبغض النظر عن رسائل المدير المغادر والمدير الجديد، يتطلع الشعب الموريتاني إلى أن تتمكن شركة سنيم من تجاوز وضعها الحالي باعتبارها أهم الشرائك الوطنية. نظمت النقابة المهنية للباعة المتداولين قسم الميناء مؤتمرا سلط الضوء على واقع الباعة الصغار والظروف التي يعملون فيها، خاصة أولئك الباعة المتجولون في مقاطعة الميناء. منسق قسم الميناء قال إن الباعة المتجولين يعيشون ظروفا صعبة، مطالبا الجهات المعنية بلفت بتحسين ظروفهم. في ظل هذا الوضع المزري والمتردي الذي يعيش فيه البائع المتجول بصفة عامة والبائع المتجول في سوق السمك والخضروات بالميناء بصفة خاصة، تقيم النقابة المهنية للبائع المتجول بمنسقية الميناء مؤتمرا يتناول موضوع البائع المتجول وما يعمل فيه ويتعرض له من أوضاع صعبة، مما ينعكس سلبا على حياة المواطن البسيط المستهدف مباشرة، مما يبيعه البائع المتجول حيث أنه يعمل تحت أشعة الشمس الحارقة والغبار والأتربة والأوساخ ما يؤدي إلى تلف بضاعته التي يبيعها خاصة في سوق السمك والخضروات بالميناء. إلى الخبر الأخير، حيث قتل صحفيين وأصيب آخرون في مواجهات بين الشرطة الغامبية ومحتجين غاضبين على نظام الرئيس يحيى جامي. ودعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق في استخدام الشرطة للرصاص الحي أثناء تفرقة المتظاهرين. تعيش جمهورية غامبيا منذ 48 ساعة في اضطرابات كبيرة جراء المسيرات الشعبية المطالبة بتعديل النظام الانتخابي في البلاد. وقد أسفرت هذه الأحداث عن مقتل صحفي محلي، طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق في مقتله وسط اتهامات للشرطة باستخدام الأسلحة الحية لتفريق المحتجين الغاضبين. وكان رئيس البلاد الحاج يحيى جامع قد قطع مشاركته في القمة الإسلامية المنعقدة في تركيا بسبب التطورات الجارية في بانجول. آلاف الشباب الغامبيين خرجوا في مسيرات مطالبة بوضع حد لما يصفونه بحكم الاستبداد والديكتاتورية، وذلك تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها مطلع شهر ديسمبر المقبل. لكن الشرطة الغامبية وحسب مصادر ميدانية واجهت المحتجين بقوة ومنعت التجمع في الشوارع والساحات العمومية. ويتربع الحاج يحيى جامع على الحكم في غامبيا منذ العام 94 900 وألف عن طريق انقلاب أبيض، وقد أحبط عدة محاولات للقضاء على حكمه. بهذا التقرير مشاهدينا الكرام ننهي نشرتنا، لم يبقى إلا تذكير بالعناوين. جدل كبير في حزب التواصل بعد دعوات لرئيسه بالترشح لمأمورية ثالثة. منظمة الفاو تحذر من احتياج الجراد الصحراوي للأراضي الموريتانية. صومالك تنظم مسابقة لاكتتاب عشرات العمال والمشاركون بالمئات. نهاية النشرة قدمناها لكم من ساحل تي في في نواكشوط. تفاصيل أوفى www.sahel.tv. تحية من فريق العمل، السلام عليكم.